تطورات عسكرية لافتة هي الأولى من نوعها في سياق الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ أكثر من شهر. كان مسرحها هذه المرة مدينة بلغراد في روسيا. حاكم منطقة بلغراد فياتشيسلاف جلاتكوف أعلن أن المدينة الواقعة جنوب غرب روسيا تعرضت الجمعة لقصف جوي نفذته طائرتا هليكوبتر أوكرانيتين طال منشأة لتخزين الوقود، ما تسبب بإصابة عاملين اثنين، في حين تم إجلاء سكان بعض الأحياء إلى مناطق آمنة. وفي وقت لاحق أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار جديد في مدينة بلغراد، فيما رفضت الخارجية الأوكرانية التعليق على الاتهامات الروسية وقالت إنها لا تستطيع تأكيد الأمر. بالانتقال إلى الميدان الأوكراني، قال حاكم إقليمي إن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من منطقة كييف باتجاه بيلاروسيا، موضحا أن القوات الروسية غادرت قرية هوستوميل التابعة للعاصمة. بدورها تحدثت الرئاسة الأوكرانية عن إجبار القوات الروسية على التراجع شمال شرق وشمال غرب العاصمة كييف. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مسؤول محلي أن القوات الروسية بدأت تنسحب من منطقة تشيرنييف شمال أوكرانيا، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تدخل وتؤمن الأحياء التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية. وكانت المخابرات العسكرية البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا الواقعتين إلى الجنوب من مدينة تشيرنييف على طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة وكييف. إنسانياً، حذرت بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا السكان من محاولات مغادرة المدينة بسبب العمليات القتالية، متهمة روسيا بمنع وصول الإمدادات إلى السكان المحاصرين، وذلك في وقت قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سترسل موظفين للمدينة المحاصرة، معربة عن أملها في البدء بعمليات إجلاء المدنيين.